العاشرة بتوقيت غرينتش، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة. نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من DMC، أهلا بكم. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وذلك على إفطار عمل خلال زيارته لبروكسل. وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاء شهد تأكيدا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وزيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر. كما استعرض شكري الجهود المصرية في إيقاف تدفقات المهاجرين والخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان. كما شهد اللقاء التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية المهمة، على رأسها ملف سد النهضة، حيث أعرب شكري عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخرا، والذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب. وتناول اللقاء أيضا الأوضاع في سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية وجهود مصر لإحلال السلام وفقا لحل الدولتين. والمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف سعادة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أرحب بك معنا على شاشة DMC سعادة السفير. يعني نشاط مكثف من وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارته الحالية لبروكسل والتي بدأها أمس. كيف تقيمون هذه الزيارة في ضوء متابعتكم للملفات محل التباحث؟ طبعا هذه زيارة بتأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي ومع الاتحاد الأوروبي ذاته كتنظيم. في السنوات الأخيرة التنسيق والتعاون والتشاور والزيارات المتبادلة على أرفع المستويات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي كانت لافتة للنظر، وهي مؤشر على المصالح المشتركة والرؤى المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بها حول العديد من القضايا والمسائل التي تتعلق ليس فقط بالأمن القومي المصري وإنما بالأمن المتوسط وأمن أوروبا. وحضرتك أشرتي على سبيل المثال وليس الحصر، أشرتي إلى أنه تم مناقشة دور مصر وسياسة مصر في مكافحة الهجرة غير المشروعة. وحضرتك نجاح السياسة المصرية في هذا المضمار محل إشادة وثناء من جانب الاتحاد الأوروبي ومن جانب كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. هذه سياسة اتفق عليها مع الاتحاد في عام 2016 وبدأنا في تنفيذها في سبتمبر 2016، ومنذ هذا التاريخ وحتى اليوم نجاح باهر للسياسات المصرية بالطبع على هذا الصعيد. إذا سعادة السفير، يعني في ضوء ما تتحدث عنه، ما أهمية الدعم الأوروبي لمصر في العديد من الملفات الشائكة وبخاصة التي تمس الأمن القومي المصري؟ يعني إذا خدنا حضرتك قضيتين، القضية الأولى ليبيا، الأمن في شمال أفريقيا، ثم القضية الثانية سد النهضة، هنجد أن المواقف الأوروبية داعمة للموقف المصري سواء في ليبيا أو في موضوع سد النهضة. وكما أشرت حضرتك أن وزير الخارجية أعرب عن تقدير مصر للبيان الذي صدر من جانب الاتحاد حول الملء الثاني، طبعا ده موقف يعدد من الموقف المصري في الساحه الدوليه. بالطبع. كما تعلمين حضرتك انه فرنسا وهي دوله قياديه داخل الاتحاد الاوروبي عضو دائم العضويه داخل مجلس الامن. وطبعا اللي تحدثنا عن القضيه الثانيه سد النهضه، اعتقد انه طبعا الزياره والزياره متبرمجه قبل انعقاد جلسه مجلس الامن. احب اشير الى هذا، لكن انعقاد هذا اللقاء بعد جلسه مجلس الامن في تقديري في غايه الاهميه من وجهه النظر المصريه، ليس فقط لان المناقشات هتتيح لمصر على لسان وزير الخارجيه ان هي تشرح موقفها، وانما ان مصر من جانب اخر هتستمع الى اراء
الدول الأعضاء. نعم. ودوت حضرتك في غاية الأهمية بالنسبة لصانع القرار المصري. بالطبع، أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذه المداخلة الهدفية. يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعب العلمية امتحان المادة الثانية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا. هذا ونفت وزارة التربية والتعليم تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة، مؤكدة أن عقوبة الطالب المسؤول عن تصوير الامتحان حسب قانون الغش هي حرمانه من الامتحانات لمدة عامين، وتشمل إلغاء امتحان الطالب للدور الأول الحالي وحرمانه من دخول الامتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالي، ثم حرمانه من دخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2021-2022 مع مجازات الملاحظين. يبدأ اليوم صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو بالزيادات الجديدة، حيث تقرر بمناسبة عيد قرب حلول عيد الأضحى المبارك تقديم مواعيد صرف المرتبات عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالي الجديد. وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. يواصل معرض الكتاب استقبال زواره في دورته 52 التي تقام تحت عنوان في القراءة حياة. يشهد المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 15 من يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية. يشهد إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا، وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين جنيه إلى 20 جنيها بحد أقصى، إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة. والمزيد من المتابعة من داخل معرض الكتاب تنضم إلينا مراسلة دي أم سي خلود الرفاعي للتعرف على آخر الفعاليات والاستعدادات لمنح جوائز المعرض بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم. المزيد من التفاصيل معك خلود، تفضلي. نعم دينا، يعني حقيقة نحن نشهد الآن نجاح معرض القاهرة للكتاب في نسخته 52 الذي نجح في إبهار العالم منذ يومه الأول. ففي ظل أزمة كورونا وجائحة كورونا وجرائها وتبعاتها، نجح في أن يصبح أول تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم بواقع 25 دولة من كل قارات العالم. يعني شاهدنا أنشطة وفعاليات ومبادرات ثقافية هامة تواكب التفاوت أو تفاوت الأذواق الأدبية وكذلك تفاوت الفئات العمرية، مما جذب كل محبي القراءة من كل مكان. هذا بالإضافة إلى أول منصة رقمية تقام للمعرض لعرض الأنشطة الافتراضية عليها حفاظا على سلامة الحاضرين. يعني أخيرا نرصد اليوم استعدادات استقبال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الكتاب في هذه النسخة. المزيد مع ضيفي دكتور هيثم الحاج، وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب. دكتور هيثم، يعني بعد التحية، ما هي العوامل التي ساعدت أو ساهمت في نجاح هذا المعرض وتخطي سقف النجاح المتوقع؟ في ظني أنه أهم عامل من عوامل نجاح المعرض هو الإصرار على إقامته من قبل معالي الوزيرة، ده أولا. ثم القدرة على تكاتف كل جهود قطاعات الدولة، بحيث أنه كل قرار كان بيتاخد في المعرض كان بيبقى قرار مدروس من قبل خبراء مختصين في كافة التخصصات اللي لها علاقة بتجمع الناس أو تجمع الناشرين أو الجهات الأمنية أو جهات النقل أو المنصة الإلكترونية. كل ده كان بيمثل تكاتف لعدد كبير جدا من قطاعات الدولة اهتمت أنها تقيم هذا المعرض ليعبر عن قوة مصر الناعمة حاليا. دكتور هيثم، كيف رصدتم عدد الزوار وكذلك ابرز، يعني شهدنا اجنحه كثيره هامه في هذه النسخه، كيف رصدتم ذلك؟ الحقيقه مبدئيا المنصه الالكترونيه كانت عامل مساعد مهم جدا، ده الاطلاق الاول ليها.
كانت عامل مهم على التحكم في عدد الزوار بدءا من الحجز الإلكتروني، ثم استخدام مجموعة من الكاميرات على بوابات القاعات بحيث أنه في كل لحظة بنكون عارفين العدد بالضبط كامل موجود في القاعة، وعند تخطي العدد للعدد المسموح بيتم غلق القاعة، وده بالتعاون مع وزارة الصحة أيضا ومع المتطوعين من وزارة الشباب والرياضة اللي بيقدروا ان هم يتعاملوا مع الجمهور بشكل لطيف علشان يحصل التباعد الاجتماعي المتفق عليه. بالطبع هناك بعض الأجنحة كان عليها إقبال كبير، المتطوعين قدروا انهم يفككوا هذا الإقبال او ينظموه بشكل ما. من أهم الأجنحة اللي كان عليها إقبال جناح مبادرة ثقافتك كتابك اللي أطلقته وزيرة الثقافة في بداية المعرض. دكتور سريعا لو تطلعني عن بس يعني تفاصيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسماء الفائزين. الحقيقة أنه غدا الثلاثاء الساعة 6 مساء سوف تعلن معالي الوزيرة وتسلم جوائز معرض الكتاب لأفضل الكتب وأفضل ناشر بواقع 16 جائزة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور هيثم. يعني دينا في القراءة حياة، هذا هو شعار المعرض لهذه النسخة، النسخة 52، فبالقراءة نبني المستقبل. من معرض القاهرة إليك دينا مرة أخرى. شكرا للزميلة خلود الرفاعي، نقلت لنا الصورة من داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب. شهد وزير البترول طارق الملا توقيع 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في 15 قطاعا جديدا مع شركتين أسترالية وكندية باستثمارات تتعدى 17 مليون دولار. ودعا الملا الشركات الفائزة للإسراع بأنشطتها في ظل الزخم التي توفره القيادة السياسية والحكومة للنهوض بقطاع التعدين الذي توافرت له مقومات كثيرة على رأسها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر. كما أوضح الملا أنه سيتم الإعلان عن نتائج الجولة الثانية من مزايدة الذهب والمعادن المصاحبة التي تم إغلاقها نهاية شهر يونيو الماضي عقب الانتهاء من دراسة وتقييم العروض المقدمة بشكل نهائي. المزيد من التفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف السيد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول. أرحب بك معنا سيد حمدي على شاشة دي أم سي. يعني في بداية الأمر لو تطلعنا على تفاصيل العقود التي تم توقيعها في مجال البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، أهمية هذه الخطوة للنهوض بقطاع التعدين في مصر. أهمية هذه الخطوة، حضرتك عارفة ان احنا طرحنا اول مزايده عالميه للبحث عن الذهب في عام 2020 وتقدم ليها العديد من الشركات العالميه، وحاليا على مدار الفتره الاخيره بيتم حاليا توقيع العقود. ان امس كان في توقيع على 4 عقود جديده للبحث عن الذهب مع شركه استراليه وشركه كنديه، وبالتالي هذه خطوه مهمه جدا، لان احنا طبعا عارفين ان تم وضع استراتيجيه جديده لتطوير قطاع التعدين، لان احنا عارفين طبعا قطاع التعدين ما كانش بيساهم بنسبه كبيره في الدخل القومي. الخطه الموجوده دلوقتي ان لابد من الاهتمام بقطاع التعدين. احنا مصر غنيه وذاخره بالذهب والمعادن الاخرى، فبالتالي تم وضع استراتيجيه تطوير وتحديث قطاع التعدين. في اتحط حضرتك خارطه طريق، تم تعديل قانون التعدين واللائحه التنفيذيه الجديده، وده بيصب في جذب المزيد من الاستثمارات وجذب الشركات العالميه. طبعا المزايده الاولى حققت نجاحات، المزايده الاخرى اللي هي للبحث عن الذهب جالنا عروض الحمد لله كثيره، وبجاري حاليا تقييم هذه العروض تمهيدا للاعلان عن الجولة الجديدة من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل السيد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، شكرا لك.
بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة مجالات التعاون المشتركة والمشروعات المستقبلية. وأشادت وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة خلال اللقاء بتحقيق الاقتصاد المصري نموا إيجابيا خلال جائحة كورونا والأفاق الطموحة للنمو المتوقعة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا النمو يرجع إلى الإصلاحات المنفذة قبل العام 2020. كما أكدت الوزيرة الإسبانية اهتمام الشركات في بلادها بالتوسع في مصر وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، حيث تعد مصر بالنسبة لهذه الشركات الواجهة أو الشركات الوجهة الأولى لها في إفريقيا. يناقش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل الأوضاع في أفغانستان والشرق الأوسط وكذلك تمديد العقوبات ضد روسيا. ويطلع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الوزراء على الأوضاع في أفغانستان عقب قرار انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي الذي بدأ في مايو الماضي. ووفقا لجدول أعمال الاجتماع، يصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار التمديد التالي للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا. أعلنت الصيدليات في لبنان تعليق إضرابها عن العمل اليوم وغدا وهددت بتنظيم إضراب مفتوح. وشهد القطاع الصيدلي في لبنان الجمعة الماضية إضرابا مفتوحا مع نضوب الأدوية، فيما يهدد توقف معملين رئيسيين عن إنتاج الكهرباء قدرة مرافق عامة على الاستمرار في تقديم خدماتها على رأسها المياه. وما زال لبنان يعيش أزماته المتتالية دون أي حل يلوح في الأفق القريب، لا على المستوى السياسي بتشكيل حكومة جديدة ولا في الاقتصاد بشكل من أشكال الانفراج. المتابع للشأن اللبناني وتطوراته اليومية يدرك أن كلمة الختام لسلسلة أزماته المتتالية والمستمرة منذ شهور طويلة لم تجد قريبا طريقها إلى النور، وأن النفق المظلم الذي ترزح في عتمته البلاد ما زال مستمرا إلى حين. ملف تشكيل الحكومة اللبنانية على حاله من دون بروز أي بوادر حل في ظل التعطيل المستمر وتبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية الأساسية. وأمام كل هذه الأزمات والانسداد السياسي في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الغير مسبوق، يدفع المواطن اللبناني وفي كل صباح فواتير كل ذلك منفردا من انقطاع يكاد يكون مستمرا للكهرباء إلى انهيار اقتصادي كبير في زمن ستتوقف عنده الإنسانية كثيرا تروي عن قصة آلامها في زمن جائحة كورونا. انهيار اقتصادي انعكس على الحياة اليومية للمواطنين، أرفف المحال خاوية على عروشها من المواد الغذائية، لا حليب للأطفال في لبنان، وإغلاق لم يطل المحال فحسب بل وصل إلى الصيدليات ليزداد ألم اللبنانيين ألما آخر. والكهرباء تحولت إلى حلم، فقد وصلت التغذية الحكومية بشهادة سكان بيروت إلى 19 دقيقة فقط في اليوم، فماذا تصنع المشافي لتشغيل أجهزتها ومنها تلك التي تبقي مرضا على قيد الحياة؟ وانقطاع للكهرباء في حرارة غير مسبوقة للصيف ليزداد الوضع سوءا من بعد سوء. وفقدت العملة اللبنانية المربوطة بالدولار منذ ما يقرب من 30 عاما عند 1500 ليرة مقابل الدولار أكثر من 90% من قيمتها، حيث يتم تداولها الآن بنحو 20,000 ليرة للدولار الواحد. من جانبها أعلنت وزارة الاقتصاد رفع أسعار الخبز للمرة السابعة خلال عام، وقالت إن هذا ضروري مع استمرار الانخفاض في قيمة الليرة أمام الدولار، مما يجعل واردات السلع الأساسية بما فيها المحروقات والقمح أكثر تكلفة. على أي حال، تحدثت أوساط اللبنانية عن توافر معطيات عن بوادر لإمكانية توجه الحريري إلى قصر بعبدة خلال الأيام المقبلة لتقديم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشيل عون، لكنها ليست المرة الأولى التي يذاع هكذا خبر ليبدأ السجال السياسي بين أفرقاء الوطن الواحد ينتهي بالعودة إلى المربع رقم صفر.
أحوال لبنان والخوف من السقوط الكامل، حديث تداوله العدو قبل الصديق، فطرح البعض مبادرات وخطط لإخراج هذا البلد الصغير بحجمه الكبير بجراحه واختلافاته من أزمته. أما الشارع الذي يدفع كل الفواتير من حياته وأيام عمره، فيحمل الطبقة السياسية برمتها مسؤولية الانهيار وما وصلت إليه البلاد من أزمات غير مسبوقة بفعل التعطيل في تشكيل الحكومة. وتبقى كلمة النهاية أو بداية عهد جديد في لبنان معلقة تراود أحلام أهله. أعلنت السلطات الصحية في أستراليا عن زيادة يومية قياسية جديدة للإصابات بفيروس كورونا بسبب سلالة دلتا شديدة العدوى. ونجحت أستراليا في السابق في وقف تفشي الإصابات من خلال العزل العام المبكر والتعقب السريع للمخالطين وفرض قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي. وسجلت البلاد في المجمل 31,200 إصابة و 911 حالة وفاة منذ بدء الجائحة. يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم خطابا متلفزا للفرنسيين في قصر الإليزي. وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيتناول في خطابه الوضع الصحي وخاصة الانتشار السريع لمتغير دلتا في البلاد. في سياق ذاته يعقد مجلس الدفاع الصحي في فرنسا اجتماعا طارئا بحضور أعضاء الحكومة والجهات الفاعلة في قطاع الصحة من أجل اتخاذ إجراءات جديدة لوقف انتشار هذا التطور الجديد للوباء. لا تزال تونس تشهد ارتفاعا قياسيا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث ناشدت تونس رعاياها المقيمين في فرنسا المساهمة في مساندة النظام الصحي في بلادهم في ظل التبعات الكارثية الناجمة عن أزمة تفشي وباء كوفيد 19. موجة عاتية من وباء كورونا تضرب تونس في ظل الارتفاع القياسي بأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن السلالات المتحورة ألفا ودلتا، ما جعل المنظومة الصحية في البلاد تواجه أزمة كارثية. موجة كورونا الرابعة في تونس ليست كسابقاتها، حيث ولدت ضغطا كبيرا على المستشفيات الحكومية محدودة الإمكانيات، وأسفل ارتفاع أعداد المصابين عن نقص كبير في أسرة العناية المركزة والأكسجين والتجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية. واضطرت السلطات في بعض المستشفيات لنقل مرضى تحت التنفس الصناعي لمستشفيات مناطق مجاورة بسبب نقص مخزون الأكسجين، كما شرعت السلطات في نشر مستشفيات ميدانية لاستيعاب عدد المرضى الذي يواصل الارتفاع منذ أكثر من أسبوع. الصحة العسكرية بقيادة الجيش الوطني دخلت على خط الأزمة بعد تكليف مباشر من رئيس الجمهورية قيس سعيد لتتولى فرق التلقيح المتنقلة التابعة للجيش القيام بمسح شامل لعدد من المحافظات من أجل فحص وتطعيم المواطنين. وضع تونس الصحي أدى إلى ارتفاع نداءات المنظمات الحقوقية لمطالبة المجتمع الدولي بمساعدة البلاد عبر توفير المعدات الطبية واللقاحات لتتمكن من تجاوز أزمتها الصحية، الأمر الذي وجد استجابة سريعة من مصر والسعودية والجزائر والكويت. وكانت تونس قد أعلنت انهيار المنظومة الصحية بعد بلوغ المعدل الوطني لامتلاء أسرة الإنعاش 95%، بينما بلغت طاقة استيعاب المستشفيات في بعض المناطق التي تعاني من انتشار مكثف لوباء كورونا بمعدل 200%. في غضون ذلك تواجه حملة التطعيم القومية بتونس تعثراً بسبب النقص في اللقاحات، فمن بين 11 مليون نسمة جرى تطعيم أكثر من 2,080,000 شخص بجرعة واحدة فقط، فيما تلقى قرابة 615,000 شخص الجرعتين وسط تصاعد دعوات تسريع وتيرة التطعيم لمواجهة الوباء. ورياضيا، توج المنتخب الإيطالي بلقب بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم على حساب نظيره الإنجليزي إثر فوزه عليه بركلات الترجيح 3-2 في المباراة النهائية التي جمعتهما في لندن. كان الوقت الأصلي والإضافي من المباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وأحرز منتخب إيطاليا لقب بطل القارة العجوز لأول مرة منذ 53 عاما بعد الفوز بلقب بطل يورو 1968.
حقق الأهلي فوزا غاليا على نظيره مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بسويس ضمن مؤجلات الأسبوع 18 من عمر مسابقة الدوري. تقدم أحمد مودي للمقاصة من ركلة جزاء، بينما سجل ثلاثية الأهلي محمد شريف بهدفين ومحمد دسوقي لاعب المقاصة بالخطأ في مرمه، بينما سجل محمد مجدي أفشى الهدف الرابع للأهلي. مشاهدينا الكرام، هنا نكون وصلنا لختام هذه النشرة الإخبارية من دي أم سي. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.